انضم إلينا الآن الكاتب والمحلل السياسي ومدير مركز شمس الدكتور عمر رحال. صباح الخير دكتور. ولكل المشاهدين والمشاهدات. نعم دكتور، تتصاعد الاحتجاجات الطلابية في الولايات المتحدة الأمريكية تنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لتشمل العاصمة واشنطن وولايات أخرى، في وقت تصمت فيه جامعات الدول العربية والإسلامية مجتمعة، وكأن الفلسطيني يعني هو جزء غريب أو جسم غريب عن هذه الأمة العربية والإسلامية. كيف تنظر دكتور إلى هذه المفارقة؟ يعني ليس مفاجئا أن يكون هكذا هو الموقف يعني الرسمي العربي، والذي انعكس على الموقف الشعبي أيضا العربي. هذا له علاقة بالقبضة الأمنية وبالحلول الأمنية وبالترهيب وبالتخويف التي تمارس بعض الأجهزة أو الأجهزة الأمنية في بعض الدول العربية. وهناك أيضا شيء له علاقة بالرواية وبمؤسسات التنشئة الاجتماعية، لا سيما يعني وسائل الإعلام وأيضا الأحزاب إذا وجدت، وأيضا الجامعات حول يعني ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة. هناك بعض الدول العربية التي تعادي المقاومة من حيث الفكر والممارسة وتنظر على أنها عدو، وهناك كما هو معلوم ومعروف خلافات عميقة سياسية وأيديولوجية مع بعض الدول العربية التي لا ترى بالمقاومة بأنها يعني مقاومة وطنية، وأن ما تقوم به هو شكل من أشكال العنف، وأبعد من ذلك هو إرهاب بين هلالين كما وصفوا بعض يعني المسؤولين العرب، سواء كان في الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو أثناء اللقاءات التي تعقد مع مسؤولين غربيين، لا سيما مع مسؤولي الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ليس مفاجئا وليس يعني غريبا أن يعني يكون الأمر على هذا النحو. هناك إفقار أيضا لبعض الشعوب العربية التي يعني تلحق يعني رزقها كما يقال، والتي تبحث عن لقمة العيش. هناك من تم إفقاره، ويعني هناك ديون، وهناك ارتفاع للأسعار وندرة للمواد الغذائية، وهناك من أغرق في يعني المهرجانات ويعني الحفلات وغير ذلك من أجل صرف النظر عما يجري. في السابق كانت القضية الفلسطينية هي القضية المركزية، وكانت جل الأنظمة العربية تستمد شرعيتها من القضية الفلسطينية. اليوم انعكس الأمر تماما، وأصبحت هذه الشرعية تمر عبر التطبيع مع الاحتلال من أجل أن يكون هناك أيضا رضاء أمريكيا وقبولا أمريكيا ودعما أمريكيا لهذه الأنظمة، من أجل أن تستمر أيضا في المشهد، ومن أجل أن لا يكون هناك ثورات شعبية عليها. وبالتالي هذه الشعوب بدل ما أن تكون يعني شرعيتها من خلال جماهيرها ومن خلال المواطنين شرعية شعبية ودستورية، أصبحت هذه الشرعية هي عبر هذا التطبيع الذي نشهده وعدم يعني وعبر خطب ود الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الاحتلال. هذه الدول التي أيضا ذهبت إلى دولة الاحتلال من أجل أن توفر لها الأمن، باعتبار أن الاحتلال هو جزءا من يعني الأمن الإقليمي. هذا الاحتلال اليوم لا يستطيع أن يحمي لا أمن العام ولا الشخصي، فكيف في هذه الدول التي يعني تنتظر من الاحتلال أن يحميها؟ أضف إلى ذلك أن المقاومة الفلسطينية من وجهة نظر هذه الدول أو بعض الدول العربية، فيما لو انتصرت يعني المقاومة الفلسطينية بشكل أو بآخر، لا أقول الانتصار الذي يكنس الاحتلال تماما، ولكن حتى على يعني انتصارا على المستوى التكتيكي، قطعا سيكون هناك يعني ارتدادات لهذا الانتصار. هذا الانتصار سيكون له انعكاسات على داخل بعض الدول العربية، على شعوبها وعلى أحزابها وعلى حراكاتها الاجتماعية وعلى فئاتها الفقيرة والمهمشة
الأمر الذي يمكن أن تؤدي هذه الارتدادات إلى ثورات شعبية لرحيل هذه الأنظمة التي أقل ما يوصف أنها يعني أنظمة مرتبطة بالاستعمار، أنظمة خلقها الاستعمار، هي كمبرادور من وجهة نظر يعني مثقفي شعوبها. ولذلك هذه الدول هي لا تريد أن يكون هناك حراكا داخليا ولا تريد للمقاومة أن تنتصر، لأنه أيضا وجود دولة فلسطينية من وجهة نظرهم هو من الناحية الاستراتيجية سيكون له انعكاسات أيضا استراتيجية على مدى وجود بعض الحكام أو العائلات الحاكمة. الولايات المتحدة الأمريكية يعني نتذكر تماما صحيح أن الأمر عمره أكثر من 50 عام عندما سارت وعندما خرج الشعب الأمريكي في اليوم التالي لنشر صورة للفتاة الفيتنامية ذات 9 سنوات التي هربت وهي عارية تماما من حمم الطائرات الأمريكية، عندما نشرت الصحف الأمريكية هذه الصورة التي أصبحت صورة خبرية فيما بعد وأصبحت أيقونة في اليوم التالي، خرج الشعب الأمريكي وخرجت الجامعات وخرج الشباب للتنديد وللمطالبة لسحب القوات الأمريكية من فيتنام ولوقف هذه الحرب العبثية. إذن هناك سابقة، وبصراحة أكثر ما يجري في جامعات الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا لدى شباب الحزب الديمقراطي وأيضا بعض التقدميين الأمريكيين، هذا الحراك في الولايات المتحدة الأمريكية له أهميته الكبيرة. أنا أقول لك بأننا في الوطن العربي لو خرجت المظاهرات يوميا الحكام والحكومات لا تأخذ بعين الاعتبار هذه المطالبات، لكن في أمريكا وفي الدول الأوروبية اتفقنا معها أو اختلفنا، هي دول ديمقراطية هذه وشعوبها شعوب حية، وهم يعون تماما أن هذه الأحزاب سيتم محاسبتها وستتحاسب في صناديق الاقتراع. نعم. الأمر الذي سيؤخذ بعين الاعتبار من قبل هذا الحزب أو ذاك، وبالتالي هذا الخروج أولا هذا يؤشر بأن هذا الشعب هو شعب حي. أنا لا أنظر للأمريكان بطبيعة الحال ولست معجبا. نعم. يعني دكتور، ولكن في الوقت نفسه عذرا على المقاطعة، يعني في كاليفورنيا اعتقل شرطة لوس أنجلوس 93 من مناهضي الحرب على غزة، اعتصموا في حديقة الحرم الجامعي لجامعة جنوب الولاية، وقد قررت الجامعة إغلاق أبوابها بسبب الاحتجاجات المستمرة، هذا إضافة لاعتقال المئات من ولايات أمريكية أخرى من قبل الشرطة الأمريكية. أين هذه الديمقراطية وحماية الديمقراطية التي تتغنى بها أمريكا منذ عقود؟ يعني لا، يعني أولا لا أحد يستطيع بأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست دولة ديمقراطية، اتفقنا واختلفنا بأنها الدولة الأكبر وأنها الدولة التي تدعم الاحتلال والدولة التي تمنعنا من حق تقرير مصيرنا بطبيعة الحال، ولكن يعني هذه الاعتقالات تنم على أن الولايات المتحدة الأمريكية أو الحكومة الأمريكية هي أيضا ماضية حقيقة الأمر في هذا الدعم للاحتلال، وهذا يخالف الدستور الأمريكي ويخالف التزامات الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الدولي. هذا يدلل أيضا أن حكومة الرئيس جو بايدن ماضية داخليا وخارجيا، أولا في قمع الحقوق والحريات وفي منع الناس من التعبير عن رأيهم، وأيضا أبعد من ذلك بأن هذا يعني بأن يعني إدارة الرئيس جو بايدن هي تقمع المواطنين وتعتقلهم، وكل ذلك من أجل أن يكون هناك دعما لدولة الاحتلال. بالأمس اعتقلوا يعني أستاذة جامعية مرموقة رئيسة يعني قسم الفلسفة في إحدى الجامعات الأمريكية الكبيرة، إلى جانب اعتقال الطلاب هناك اعتقال للأكاديميين. صحيح. وهناك أيضا مطالبات لاقتحام بعض الجامعات حتى من رؤساء بعض الجامعات، هذه المطالبات. هذا يؤكد من جديد يعني الطرف الأمريكي، ويؤكد من جديد انحياز الولايات المتحدة الأمريكية الأعمى لدولة الاحتلال ودعمها المتواصل للاحتلال غير عابئة في الدستور وفي القوانين الأمريكية التي تحمي حرية الرأي والتعبير والتي تعطي المواطنين الأمريكان الحق
في تنظيم المظاهرات والمسيرات والاحتجاجات السلمية. ما يقوم به الطلبة وبعض الأكاديميين يأتي في إطار الاحتجاج السلمي، وما تقوم به الحكومة كما قلت هو خرق يعني القوانين الوطنية والفيدرالية الأمريكية، هذا بالإضافة إلى خرق يعني القانون حقوق الإنسان، لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تتحدث بشكل مباشر عن التجمع السلمي وعن التعبير عن حرية الرأي والتعبير. لذلك ليس بالنسبة لي مفاجئا أن تقوم هذه الإدارة وأركانها بدعم الاحتلال وأيضا بتقويض الديمقراطية وبقمع الحقوق والحريات داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من أولا هناك تحريضا من قبل يعني اللوبي الصهيوني، وهناك أيضا تحريضا من بعض المحافظين ومن بعض الجهات من أجل قمع يعني هؤلاء المحتجين. ولكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن هذه الاحتجاجات إذا ما تبلورت بشكل أكبر وأكثر نعم دكتور، هذا السؤال كان سؤال اللاحق، عذرا على المقاطعة، هل تعتقد أن هذه الاعتصامات ستتصاعد في الأيام المقبلة وستؤثر على صانع القرار في البيت الأبيض؟ يعني أنا أعتقد جازما، لأنه خلال يعني 200 يوم الماضيات كان هناك احتجاجات، وإن كانت هذه الاحتجاجات خجولة، هذه الاحتجاجات كانت في البداية من قبل بعض يعني شباب الحزب الديمقراطي ومن بعض السياسيين الأمريكيين وبعض الممثلين ويعني الأكاديميين والمثقفين، ولكن يعني كان الأمر ليس بهذا الشكل، لم يأخذ الأمر شكل التنظيم ولم يأخذ الأمر الشكل الجماهيري. الجامعات إلى حد ما يعني كان هناك حراكا في بعض الجامعات واحتجاجا في الجامعات، لكنها كانت احتجاجات موسمية ولم تكن يعني دائمة ومستمرة، ولم يعني تأخذ في عين يعني ولم تكن على الصعيد الجغرافي بهذا الشكل بهذا الاتساع. أضف إلى ذلك يعني دخول بعض الجامعات المرموقة وذات السمعة الأكاديمية يعني المهمة على المستوى العالمي، يعني دخولها، وأيضا الشيء المهم أن الأكاديميين يعني هناك أيضا مشاركة من قبل الأكاديميين الأمريكان للشباب وللطلبة. هذه كلها مؤشرات أن الأمور تتجه باتجاه يعني الحراك. الطلبة في العادة والشباب في كل دول العالم هم الأكثر حيوية والأكثر حضورا والأكثر قبولا للتغيير والأكثر أيضا مشاركة في عملية يعني في حرية الرأي والتعبير، ليس لديهم مصالح، ليس لديهم ارتباطات هنا وهناك، وبالتالي أن تتدحرج هذه المسألة وأن تكبر وأن تشمل عدد آخر من الجامعات والمعاهد الأمريكية هذا واضح، لكن هذا له علاقة بمن يقود هذه المظاهرات وهذه التجمعات وهذه الاحتجاجات بين هلالين، سواء من الطلبة أو من الأكاديميين أو يعني من شخصيات سياسية فاعلة، بأن يكون هناك ديمومة واستمرارية وتقدم وخطوة لاحقة. إذا كان يعني هناك خطوة لاحقة وخطوة قادمة، نعم سيكون تأثير وتأثير كبير، سيما وأن الانتخابات تقترب وأيضا الديمقراطيين في وضع لا يحسد عليه فيما يخص الوقت، لأنه الوقت ينفذ والدعم مستمر، أيضا لأنه المليارات أكثر من 14 مليار دولار لدولة الاحتلال وأيضا لأوكرانيا وتايوان في الوقت الذي يتضور جوعا بعض الأمريكان، وهناك مشردين وهناك فئات أيضا هشة وهناك أوضاع داخلية لها علاقة بالتأمينات الصحية وأيضا في بعض القضايا المرتبطة بالفئات الفقيرة، أيضا ذلك سيؤخذ بعين الاعتبار. صحيح الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأكبر الرأسمالية في العالم، لكن هناك أيضا تقدميين وهناك من هم ليسوا على توافق مع سياسات الحكومة، لا سيما السياسات الاجتماعية والاقتصادية. هذا يمكن أن يعني يشكل يعني عاملا مهما في أن يكون هناك مزيدا من الحراكات، وأن تأخذ هذه الحراكات شكل التنظيم الأفضل والاحتجاجات الأوسع لتخرج خارج الجامعات
وإذا خرجت هذه الاحتجاجات الطلابية خارج أسوار الجامعة نعم ستتدحرج أكبر، وسيكون هناك أيضا يعني مناصرة لها وتأييدا لها ومشاركة في فعالياتها، سيما وأن يعني وإن كان يعني المجتمع الأمريكي ليس مجتمعا واحدا على الرغم من أن المواطنة واحدة والمساواة وإلى آخره، لكن هناك أيضا عربا وفلسطينيين ومسلمين، وهناك أيضا من هم من يعني أمريكا اللاتينية، وهناك من هم من إفريقيا ومن جنوب شرق آسيا، وأيضا هناك يعني من يقف إلى جانب نضالنا الوطني، وهناك بعض الفئات التي تؤيد. أنا هنا لا أتحدث لا عن الحزب الديمقراطي ولا عن الحزب الجمهوري، ولكن هناك أيضا يعني حراكات مهمة على الرغم من أن هناك لوبيات وهناك مراكز قوى وأيضا هناك جماعات ضغط ومصالح في الولايات المتحدة الأمريكية قد تعرقل مثل هذه القضايا، لكن في السابق كما قلت في موضوع فيتنام وغيرها والعراق وغيرها من القضايا أو من يعني الملفات الساخنة استطاع الشباب واستطاع الجمهور أن يؤثر على صانع القرار. لذلك أنا أعتقد بأنه يمكن البناء على هذه الحراكات والاحتجاجات الشبابية، وأيضا يمكن الرهان عليها، لكن كل ذلك مرتبط بنا كفلسطينيين وكعرب داخل الولايات المتحدة الأمريكية، كيف يمكن أن نستثمر مثل هذه المواقف وكيف يمكن البناء عليها، وأيضا التواصل. أيضا جامعاتنا بطبيعة الحال يجب أن تلعب هذا الدور، لدينا 54 مؤسسة تعليم عالي فلسطينية، هناك جامعات دمرت بالكامل، وهناك عدد كبير من الأكاديميين الذين تم اغتيالهم واعتقالهم أيضا، ولكن في المقابل يمكن للجامعات الفلسطينية الأخرى أن تلعب هذا الدور بالتواصل مع الأكاديميين واتحادات الطلبة الفلسطينية والاتحاد العام لطلبة فلسطين، يمكن أيضا أن يكون له دور الجالية الفلسطينية. يعني كثير من المسارب ومن الطرق ومن الأدوات والآليات التي يمكن أن نستخدمها من أجل أن يتم يعني بين هلالين استثمار هذه المواقف المتقدمة للطلبة وللأكاديميين للضغط على صانع القرار ولتوسيع هذه الاحتجاجات لوقف هذا العدوان الهمجي على قطاع غزة ولوقف هذه الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال ضد أبناء شعبنا دون أن يكون هناك حسابا بل إفلاتا من العقاب. نعم دكتور، في قضية أخرى، يعني مستوطنون ينفذون أوسع اقتحام للمسجد الأقصى منذ 7 أكتوبر، قرابة 2000 مستوطن على مرحلتين اقتحموا الأقصى يوم أمس وسط محاولات لا تتوقف من أجل ذبح القرابين في داخله. إلى أي يعني إلى أين يمكن أن يصل اليمين الإسرائيلي المتطرف في اعتداءاته على الأقصى تحديدا؟ يعني أنا لا أتحدث من وجهة نظر متشائمة، ولكن أقول بأنه يعني هذه الاعتداءات لا حدود لها، وأن يعني وأنه في قادم الأيام قد يكون هناك الأسوأ، لا أقول فقط في التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، ولكن أيضا في ذبح القرابين وإعلان أن المسجد الأقصى هو الهيكل المزعوم كما يدعي الاحتلال ويعني المستوطنين. أنا أخشى بأن يكون هناك هدما للمسجد الأقصى وسيطرة كاملة من المستوطنين على المسجد الأقصى، رأينا في السابق كيف تم ذلك مع الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل المحتلة عندما قسم زمنيا ومكانيا، وليس بعيدا في ظل هذا العدوان وفي ظل الصمت الإسلامي والعربي وفي ظل هذه المواقف المتردية أن يكون ذلك خطوة تشجع المستوطنين وحكومة الاحتلال لتنفيذ يعني هذه المخططات، لأنه كما تعلم ويعلم الجميع هم يرون بالمسجد الأقصى بأنه حسب التوراة المزعومة بأنه أقيم على أنقاض ما يسمى بالهيكل، وأن القدس المحتلة هي جزء لا يتجزأ من العقيدة الصهيونية حسب أيضا التوراة المحرفة. ولذلك لا أعتقد بأنه عندما تم إحراق المسجد الأقصى
في 68 ولم يكن هناك موقفا عربيا أو إسلاميا، والاقتحامات اليومية والتقسيم وهذا الوجود الأمني والعسكري للاحتلال سيؤدي إلى تقسيم المسجد بل إلى هدمه والسيطرة عليه في ظل صمت يعني 57 دولة عربية وإسلامية. وأنا أقول لك يعني بالتم الملآن ودون خجل أو وجل، المسجد الأقصى بالنسبة لي ليس أهما من الدماء التي تراق في قطاع غزة، لا، الدماء بالنسبة لي أهم 100 مرة من المسجد الأقصى، ولكن عندما يكون هناك صمتا عربيا وإسلاميا مخزيا ومطبقا ومتماهي ومقبولا وقابلا للرواية الإسرائيلية بل مدافعا عن الرواية الإسرائيلية، ماذا سيهم يعني هذه العروش وهذه الأنظمة، المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وكنيسة المهد وكل الأماكن المقدسة يعني للمسيحيين وللمسلمين في فلسطين؟ إذا الدماء أريقت وإذا قتلنا وذبحنا على مرأى ومسمع من العالم، الأطفال يقتلون بدم بارد وهناك مجازر ومقابر جماعية وأكثر من 35,000 شهيد و10,000 مفقود و2 مليون نازح وتهديم للبنية التحتية وإراقة دماء وشلال دماء وأهوال على مدار أكثر من 200 يوم لم يحرك ساكنا بالنسبة لبعض الأنظمة العربية ولشعوبها. هل السيطرة على المسجد الأقصى وذبح القرابين وهدم المسجد الأقصى سيحرك ساكنا يعني في 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 هذه الأنظمة التي فقط تبحث عن كيفية الاستمرار ومصدم شعوبها وبقائها في سدة الحكم؟ أنا لا أعتقد ذلك، لكن نحن كفلسطينيين يعني قدرنا أن ندافع وقدرنا أن نكون على هذه الأرض وقدرنا أن نواجه لوحدنا، لأنها هذه المواجهة هي مواجهة تاريخية ومواجهة ليست جديدة علينا كفلسطينيين، بل منذ أن وطأت الحركة الصهيونية أقدامها وأقيمت أول مستوطنة على أراضينا في 1887 حتى اللحظة ونحن نقاتل لوحدنا ودون أن يكون هناك سند حقيقي إلا من بعض يعني الشعوب العربية. ولكن مرة ثانية يعني المسجد الأقصى وكل يعني الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية هي تحت يعني السطوة والسيطرة والتهديد الإسرائيلي. هؤلاء مستوطنين، هناك عدد كبير من أعضاء الحكومة هم مستوطنين، وهذه أحزاب صهيونية تنطلق من منطلقات أيديولوجية قاصرة ترى بأن هذه أرض الميعاد وأن هذه يهودا وهذه السامرة وأن لهم حق ونحن أغيارا ويجب أن نكون خدما لديهم وأن الله اصطفاهم على عباده من أجل أن يكونوا في هذه الأرض. إذا كانت هذه الرؤية وهذه المنطلقات وهذه المعطيات من يعني تعاليم توراتية محرفة عندما يعني جاء سيدنا إبراهيم حسب المزاعم التوراتية المحرفة ووقف على إحدى الجبال قال له الرب انظر يمينا وشمالا خلفك وأمامك هذه الأرض التي تراها أعطيها لك ولنسلك من بعدك، وأيضا يستندون عندما ذهب سيدنا يعقوب أو إسحاق إلى النقب وغلبه النعاس ونام، جاءه الرب حسب الروايات الإسرائيلية وقال له أن هذه الأرض التي تضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك من بعدك. وبالتالي هم ينطلقون من هذه الأقاويل ومن هذه المعطيات التوراتية المحرفة، هم ينظرون بأن هذه أرض الآباء والأجداد وأنها أرض العسل وإلى آخره. إذا كانت كل هذه المعطيات ويرون بالعالم بأنه خدم، فكيف سيتعاملون مع المسجد الأقصى ومع عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة؟ لذلك الموضوع ليس سياسيا، الموضوع أبعد، وأنا أخالف من يقول أن الصراع هو صراع سياسي، لا، الموضوع له علاقة بالأسبقية التاريخية وله علاقة في البعد الديني والصراع هو صراع ديني شئنا أم أبينا، قبلنا أو لم نقبل، وأن الموضوع له علاقة بالوجود التاريخي وبالأزلي. وبالتالي مهما كان هناك من أقاويل واستخدموا واستحضروا كل هذه يعني الأقاويل المزورة، نحن الفلسطينيون على هذه الأرض قبل الزمن بزمن شاء من شاء وأبى من أبى.
نعم الكاتب والمحلل السياسي ومدير مركز شمس الدكتور عمر رحال، شكرا لك على كل هذه المعلومات والتحليلات. شكرا. كنت معنا عبر الخط الهاتفي.